اوكي جايز، الحين جاء وقت تحدي الايس كريم. فالحين زي ما انتم شايفين قدامنا اكثر من علبه، وكل علبه مكتوب فيها فواكه. بس زي ما انتم شايفين هنا عندنا مجموعه من الفواكه، فانا راح البس هذه وراح اشوف اي فاكهه وراح احاول اني احطها في الصندوق الصحيح. جاهزين؟ The winner for today is now up.